حققت الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST تقدما أكاديميا بارزا، فهي تستقطب اليوم 6000 طالب في حرمها الرئيسي الأشرفي وفي فرعيها زحلي وصيدا. تشمل كلياتها الأربع 30 اختصاصاً، بالإضافة إلى اختصاصات جديدة كانت السباقة إلى إطلاقها في لبنان والمنطقة، منها العلوم الجنائية Forensic Science مع كلية العدل في لوزان، علوم البصريات وقياس النظر Optics and Optometry، قسم الأشعة Radiologic Sciences، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and Communications Technology، تصميم الأزياء فاشن ديزاين مع جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو، هندسة الميكاترونيكس، الهندسة الطبية بايوميديكال انجينيرينج. كما تتميز AUST بأهمية مختبراتها الحديثة والمتطورة في علم السموم توكسيكولوجي والحمض النووي DNA، بالإضافة إلى قسم الأبحاث العلمية مع جامعة بيركلي كاليفورنيا وجامعة كليفلاند كلينيك. أما كلية الأعمال والاقتصاد التي تتضمن اختصاصات عديدة فهي حائزة على الاعتماد من IACBE. وفي كلية العلوم والفنون يتميز قسم الراديو والتلفزيون راديو تي في المجهز باستوديوهات حديثة. وسوف تفتتح الجامعة قريباً اختصاصات جديدة في الصيدلة فارماسي، التمريض نيرسينج، وشهادات الماسترز في علوم التصميم ديزاين وعلوم الاتصالات كوميونيكيشنز. إلى ذلك أنشطة وأقسام عدة في AUST، منها قسم الرياضة الذي يشارك طلاب فرقه الرياضية بمباريات ومسابقات عالمية خارج لبنان كمشاركاتهم في إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، تركيا، صربيا، السويد وغيرها. وكذلك يتضمن القسم نادياً رياضياً. ترافق AUST طلابها حتى نهاية مسيرتهم الأكاديمية باحتفال تخرج هو 14 هذا العام، وضم أكثر من 800 متخرج. تحت عنوان السلام، حل قائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان الجنرال لوتشيانو بورتولانو خطيباً للاحتفال، وزينت المسرح تماثيل كبيرة لرموز السلام في العالم. بعد دخول وفود رئاسة الجامعة والعمداء والهيئة التعليمية والطلاب، أعلن انطلاق الاحتفال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور نبيل حيدر. I declare the 14th commencement exercises in session. ثم ألقت رئيسة الجامعة السيدة هيام صقر كلمة توجهت فيها إلى الطلاب. وهذه رسالتي لكم، كونوا سنابل عطاء لا ينضب، كونوا بلسماً لجراح المتألم، كونوا نصيراً للمظلوم، ولا ترتضوا الظلم لأحد. تذكروا دائماً أنكم من بلد الأرز، من لبنان، وأن أجدادكم شيدوا لبنان أينما حلوا. كونوا مع السلام لأنكم من لبنان، من أرض السلام. وكانت مشاركة للمرنمة جمانة مدور في أغنية عن السلام. من أول الكلام لآخر الكلام سميتك يا وطني، وطن السلام. لبنان 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 يا وطن السلام. وقدم نائب رئيس الجامعة الأستاذ رياض صقر الجنرال بورتولانو. Our graduation speaker is the head of mission and force commander of the United Nations Interim Forces in Lebanon, Major General Luciano Portolano. ومما جاء في كلمة خطيب الاحتفال. Today, I hope you look to the future full of optimism and endless opportunities because you are graduating from one of the most renowned universities in Lebanon with the affiliations to some of the most reputable universities around the world. ثم تحدث نائب رئيس جامعة Empire State College State University of New York
دكتور ألفريد نتوكو الآتي خصيصا للمناسبة من الولايات المتحدة الأمريكية. Graduation does not mark the end of your learning. In fact, in America we call it commencement. وفي الختام تم توزيع الشهادات على المتخرجين الذين رموا قبعاتهم على أنغام نشيد الجامعة. Ring the bells and sing the glory.